شو رشيد شو 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 مشاهدينا السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامج رشيد. الحلقة ديال اليوم مشاهدينا كيحضر معنا فيها فنان مغربي اللي نجح من خلال مجموعة من الأغاني اللي حققت نسب مشاهدة كبيرة. هذا الفنان هذا تسلق سلم النجاح وصل القمة، والآن الأغاني ديالو معروفة عند الصغير والكبير. هذا الفنان هذا هو لو برنس دو بوب ماروكان، أمينوكس. رشيد، برافو عليك، مرحبا بك، نهار كبير هذا. أمينوكس، حيحتي مع الجمهور، كيف جاك الجمهور ديالنا؟ واعر، هما اللي حيحوا معايا. كيفاش أخي قلبوا هيا تكسل؟ ما فهمتش، كيفاش هاد الشيء عاوتاني؟ سقسي موما، هما اللي كانوا كيغنيو، البنات اللي كانوا كيغنيو. فهمتوا شي حاجة أنتوما؟ أمينوكس، نهار كبير هذا. بارك الله فيك، نهار كبير وتوحشك وتوحش الجمهور وقناة ثانية و دار دارك هذه. بارك الله. أمينوكس، اليوم غادي نهضروا على الجديد ديالك اللي جاي إن شاء الله في الطريق، ونهضروا على بزاف ديال الأشياء اللي عشتيها مؤخرا وأيضا الإنتاجات الفنية ديالك، وغادي نبدا معاك من الأول. أمينوكس، تبارك الله، الآن 10 سنين وأنت حاضر في الساحة الفنية المغربية. هاد 10 سنين هادي الناس اللي كيشوفوك دابا كيقولوا هاد السيد هذا لقاها بارده، ها جا القلب محلول، كل شيء واجد، واش هادشي صحيح؟ واش نقول لك؟ هي هاد الهضره كتقال لاي واحد ناجح. اما بزاف الناس اللي يشحوا بزاف المجالات كيقول لك راه لقاها بارده، هذه كتكون سباد المعكازه، فهمتي؟ شحال كيكون معكاز كيقول لك راه لقاها بارده. لقاها بارده ماشي أمينوكس، كيف كيعرفوا الناس والشعب يعني من طنجه، يعني الموسيقى ديالي بديتها شويه بشويه، ما درت معهد الموسيقى، ما عمره الوالد كان فنان ولا الوالده كانت فنانه، ولا احنا من اسره بسيطه، وانا قررت ناخذ هذا التحدي والطريق هذه، وعام على عام يعني 10 سنين ما كتبانش، حتى كندور مورايا كذا كتبان لي، نقول 10 سنين زعما راه كومي 10 سنين، يعني الواحد بدا عنده 20 عام واليوم راه 30 ولا 31، راه امينوكس ولا الحاج امينوكس. أشنو تعلمتي في هاد 10 سنين؟ تعلمت أنه كل شيء يقدر يجي في نهار وكل شيء يقدر يمشي في نهار. أن الحياة ما فيهاش ثقة. الحياة ما فيهاش ثقة، و10 سنين كتبان لك مدة طويلة، ولكن هي دازت في لمح البصر، فهمتي؟ يعني الدنيا كدوز كتجري، والواحد كيبقى غير الخير وشنو يعمل مزيان، وكيبقاو لي سوفونير هكا ذكريات زوينة. بحال دابا 10 سنين كان فيها ذكريات زوينة بزاف، سيرتو مع البيبليك، واليوم كنحييها والله العظيم فرحان. حنا غادي نرجعوا معك دابا ماشي من البدايات، من البدايات ديالك، ملي خرج أمينوكس للوجود. وغادي نبداو بواحد الصور اللي حصلنا عليهم حصريا، غادي نشوفوهم، وبغيتك تعطيني على كل تصوره تعليق وكل تصويره باش كتفكرك. داكو اوكي. هذه هي البدايات الحقيقيه. هذه هي القهوه البارده. ياك هاد الصوره هذه باش كتفكرك؟ التصويره مع بابا في اكادير، كان الوالد مازال شاب الله يخليه ليه، الله يطول ليه عمره. وكيف كتشوف يعني كان كوبل هو وماما، مازال يلا بداو في الحياه وداك الشيء، وكنت انا الولد الاول ديالهم. انت الابن البكر. التصويره هذه كتفكرني بذكريات كبيره، ولا لاحظتي ديما السجاله يعني كاينه في الدار، ديما الموسيقى كاينه في الدار، وديما تحاسن من الصغر. شي تحاسن ديكرادي. نشوفوا الصوره الثانيه، هنا بديتي كت التصويره عاوتاني مع الاب ديالي، بديتي كتكبر شويه هنايا.
كان مسكين يعني كي كنا احنا من اسره زعما ماشي متوسطه الدخل ولا كاع يعني بدايه الانسان زعما اسره متواضعه الوالد كان كيحاول يدير الماكسيموم باش يفرحني ولا شنو كان المجال الاشتغال ديال الاب ديالك؟ الاب ديالي كان في الامن كان في الامن ويعني ماشي بزاف باش تقاعد وكان كيديبلاصا مدينه مدينه وكان بدا باكادير وخلاني نتعلم من الوالد سيغتو في هاد التصويره الاناقه حيت مازال كان انيق ومازال انيق. نشوفوا صورة أخرى. ديما الكوستيم الوالد. هذه ماما وأنا هذه جو بونس في أكادير حتى هي. الله يخليهم لك. الله يخليهم لنا الله يطول عمرك. هذيك ماشي ماتش الكرة هذا. هذا ماتش الكرة نيت في أكادير في ملعب الإنبيعات. على ما حكى لي الأب ديالي وكانت عزيز عليه الكرة هو أصلا كان حارس مرمى. كان حارس مرمى في فرقة ديال الشرطة وداك الشيء. وكان كيدخلني معاه للتيران وفهمتي حنا كيكون عندنا الفي اي بي بلايص في اي بي دابا انا تما راه في اي بي زعما نشوفوا صوره اخرى هذه كنظن في الحضانه في الروض في المدرسه فين انا؟ شو انا مخشع كندعي يا ربي ما عرفت شنو كنت كندعي والله ما عرفت الدعوه اللي كنت كندعي تما انا بوحدي اللي صدعيني هاد الفتره باش كتفكرك هاد الفتره هذه؟ هاد الفترة كتفكرني بذكريات زوينة بزاف كان كيجي عندنا الحفلة المدرسية في الأخر بهلاوان وراك عارف العصير وديك الشيء والاحتفال وفغيمون في هاد الفترة هادي كنا كنقراو والله العظيم في الروض ولا في الحضانة كنا كنقراو مزيان ولا شفتي شنو مكتوب في الحيط لا نرضى وواحد من أمتنا جاهل شو تبارك الله فيك بسم الله يا التيتانيك في الرجل شو الوقفه كي دايره لا والله العظيم شوف الوالد كان مهلي فيا زعما سفر دينا شو دابا عرفتي هذه في طنجه ديك الساعه في التيتانيك كاين كيقولوا لا دابا نايك شراجم هذه اخا غادي نشوفوا امبيستوف ديال بعض الاغاني اللي غنيتهم اللي داروا سوكسي نشوفوهم حالا ونعاودوا نتلاقاو حالا ليزاني شلون قرار قصد حساني او تساني مجاني النوم وصران الليالي حيت الناس سيدة تبعونا احنا غنخسر كل شي راهم باغين يفرقونا جينا ما كتفهم شي كيفي بنتي ماشي بحالهم غدا ضي ضي ماشي بحالهم لا 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 بركة بركة لا 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 امينيكس تبارك الله اغاني جميله واللي حققت ملايين المشاهدات شنو ربحتي من هذا المسار هذا ربحت انني ملي كنتلقى شي لا في الكونت بصح بصح شنو هذه بحال اللي قال حسن الفد قال لك والله جون بول سارتر ما ربح معك شي حاجه في هذه الفلسفه شحال ربحتي الا جينا نشوفوا هادشي من اليوتيوب زعما هادشي لا كنضحك اشنو ربحتي من هادشي هذا صراحه شنو ربحت والله القسم انا قلت لك زعما الحاجه اللي ربحت والله شاهد على ما اقول هي ملي كتخرج للشارع كيجي شي واحد كيقول لك والله العظيم الا عزيز عليا ولا كتجي شي مراه ما عندها بك حتى شي علاقه كتقول لك الله يرضي عليك وليدي الله يحفظك عطاك ربي القبول عزيز علينا صافي هادشي هذا هو الربح وانا بغيت نفكرك باول كليب درتي واش تعقل عليه ولا لا تبغي تشوف هذا الكليب هذا؟ ماشي مشكل ماشي مشكل عندك حقد عليا من والله ما نحقد عليك عندنا واحد الجاره ديالنا ساكنه الفوق لا حنا في طنجه كنقولوا الجاره عندنا واحد الجاره ديالنا ساكنه الفوق كاد حماق عليك اخي ديالي ايوا ولكن عندها معك شي حساب ما عرفتش انا اش من واش نعيطوا لها؟ عيط لها انا نصون عليها دابا عيط لها بانكونيو واخا الو الو السلام عليكم وي وي اش اخبارك كاين هذا ضي ضي ديالي تما كاين انا جاي كضحك وفين الدنيا ديالي ما فينها انت ما صدقتيش علاه ديما كيتلقاو لك يبغيو يقريتي وحده دوزين ما كدوش على وجهي لا لا صراحه عيطتي لهذا ضي وما عيطتيش ليا انا عيطت لك دابا
شوف ما تحقرنيش شوفني قبل عكره الخيال تقولي دي راه كتسمع الواي واي انا راه كنسمع لك انا رئيسي هاموكس انا سيهاموكس ديال انت فان ديالو انا سيهاموكس ديالو جمال طبيعي بيو دابا ما بقاش بنادم بيو ولا مزور كاين نفخو فش بنادم ولا كيشد كريدي من البنك كيمشي يدير عمليه تجميل كيرجع للبنك يبغي يرد لهم فلوسهم كيقولوا لي شكون انت ما عرفناك ماشي كارثه كاينه كاينه دابا هو من طرف واحد ولكن نعرف لك دابا اجي نقول لك اجي نتزوجوا نتزوجوا انا خططت ليه في دماغي نتزوجوا ندير قناه نسميها غمرتو ما ندير لا سيهاموكس لا والو عمرتو ونبداو نديروا المقاليب ونتشهروا ما تعرفت انايا ولي يقولوا مرات الفنان ولي قدمت انا شي ايميسيون ونولدوا شي نزار ونادى واش قلت دابا واش انت فان ديالو ولا حيت قلتي لي عيط لي حيت انا فان دابا ما بقيتيش فان دابا وليتي هذا راه الفن ديالي شنو الفان ديالو شوف انا غنمشي نصايب لك الطرطيه الدنيا ديالي وجي صافي صافي شوف راه لما جيتيش ناخذ نمره من عند رشيد ونعيط لك في الواتساب وتهلا في النمره والمره الجايه جيب ثلاثه كراسي انا ومو اختو اغرب ميساج وصلك شي نهار ما عندك شي فان ديالك بزاف واحد كان غريب بزاف واحد كان طالب زواج اصاحبي طالب زواج في ايميل اصاحبي بحال السي في في التصويره وكذا طالب زواج ايميل يا سلام اسياتي بسم الله العاب كان مكتوب هذيك ديك الشيء ديال هذيك العربي الصغير شحال هذه وكذا باللغه العربيه ولا السلام عليكم مزنا سيده ميسوره الحال ضيعت الصراحه والله العظيم الشيطان وداك والله العظيم بلا ضيعت وداك الختم ميسوره الحال اصاحبي ميسوره الحال وكذا واقطن بالمكان كذا وهذه لقد شاهدتك وهذه وعلى سنه الله ورسوله كانت هي اللي بغات تعطي الصداق ايوا خاي الحياه فرصه في الاتجاه شات تجاب كامونه امين اكس غنخاف هاد الجو ديال الضحك وغنشوفوا دابا واحد لو سكتش وجدوه لنا فريق العمل نشوفوا هاد الفيديو هذا ونعاودوا نتلاقاو مع امين اكس امين اكس من الاعمال الاخيره ديالك اغنيه لا فامي اللي درتيها اون ديو مع الفنان دون بيك وهذا العمل هذا شحال نتوما كتوجدوا ليه وشحال نتوما كتخدموا عليه وكان ايضا عندكم رغبه كبيره باش هذا العمل ينجح ولكن للاسف كان وقع واحد الحادث في الوقت ديال التصوير اللي هو الوفاه ديال جوج من التكنيسيان اللي كانوا كيشتغلوا على العمل واللي ايضا هما اصدقاء ديالك هذا الحادث هذا اثر في النفسيه ديالكم وعرفت بانه كانت صعيبه عليكم انكم تكملوا الخدمه وانكم تخرجوا ايضا الكليب الوجود بغيتك تحكي لنا اليوم على شنو وقع بالضبط رغم انك درتي تصريحات لعده منابر ولكن اليوم رشيد شو كيتفرج فينا المغرب كله هذه فرصه باش تعاود لنا شنو وقع بالضبط فاولا كان من بعد سنه على الفرق ديال عماد وياسين تنطلب لهم الرحمه والمغفره وكندعي معاهم وما الله يوسع عليهم ضيقة القبور في هذه العواشر هذه واش غادي نقول لك هذاك الشيء داز بحال شي كابوس بحال شي حلم بحال شي داكشي داز انا قبيله كنت كنهضر معاك قلت لي فهاد 10 سنين شنو اللي تعلمتي قلت لك تعلمت انه كلشي كيقدر يمشي في لحظه كنا كنصوروا في الدار البيضاء كليب كلشي فرحان كلشي ناشط داكشي دايز او توب البيك فرحان انا فرحان كولابوراسيون الماتريال ديال كازا جا والدراري فرحانين احسن ايكيب ديال التصوير في الدار البيضاء احسن ايكيب ديال لي كاسكادو اللي بغيتي كلشي الدراري دي جون كلشي فرحانين فبقات لنا وقت قصير المخرج بغى يزيد شي لقطات و بالليل يعني كانت تقريبا منوي وياسين بن جدي الله يرحمه كان شاد الدرون كان باغي كنا باغي نديروا البورسويت على الامريكان يعني كان يعني فرحان وداير لقطات واعرين وراهم لعائلته كيقول لهم انا فرحان درت داكشي او توب كيصيفط لهم طيب عندي فيديوهات ديالو في وسط الكليب فرحان غايطر بالفرح ديك الليله يعني ساعه قبل ما يموت ولا وكان عماد حتى هو
كان الموتور ديالو حتى هو كيهضر مع الام ديالو كيقول لها انا فرحان غنجي في الكليب ديال امين يوكس البيغ انت شهره ماما وكذا. واحد جا دي بارير ناس واقفه ضرب فرون بوينت هز هبط على عباد الله بحال الطياره هبطت على عباد الله نادم في التروطوار كياكل الروبا ديالو جالس حتى كطيح عليهم الامن كل شيء رجال الامن تحيه ليهم قاموا بمجهود كبير في هذيك الليله لان حتى هما كانوا غادي يموتوا يعني حتى هما كانوا تحت هذيك السياره وشافوا بعينيهم كانت الامور قانونيه كل شيء وهذاك شنقول لك زعما لا المرحومين ولا هاد السيد هذا موته هي كل شيء في العذاب يعني ليله سوداء وتعذبت موراها بزاف يعني ما قدرتش نزيد نعمل موسيقى واحد 7 شهور ولا 6 شهور ملي كنجي الناس كنحلم ديك الشيء كنقول غدا غيعاود يوقع ولا قدر الله سبحانه وتعالى بالحق حتى السرعه كتقتل وبنادم الا كان شارب بار طاكسي يديك لدارك ولا هادي ما تمشيش طوموبيل ما تقتلش احلام ما تقتلش عائلات ما تقتلش انا ملي مشيت للدار ديال عماد لدارهم راه شان نقول لك راه عمري ما تكسرت في حياتي بحال هذيك الكسره ملي شفت الفراش ديالو خاوي وبلاصتو حدا خوه التوام خاويه دابا كنهضر على هذا الشيء وتخربقت عاوتاني فهمتي حيت صعيب ان شي واحد يكون واز عائلته غدا صباح ما كاينش تكون امو عندها احلام وعندها بزاف د الحوايج بانيه يوم عليه وانا في التواصل ديما اكثريه مع رضا خو عماد الله يرحمه مع الام ديالهم ديما كنهضر معاهم شان نقول لك اخي رشيد الدنيا ما فيها والو والموت حق كنا واحد النهار نموتوا ولكن نتمنوا انه ما يموتوش الناس بهذه الطريقه هذه بسبب التهور ديال ناس اخرين لانه للاسف هذه فرصه باش نتكلموا ايضا على الارواح اللي كتزهق يوميا في الشوارع ديالنا وفي الطرقات ديالنا بسبب تهور اشخاص اللي كيكون شخص مخمور ولا شاد تليفون ولا كيكون كيسوق بسرعه جنونيه بزاف ديال الاشياء كتسبب حوادث والارقام مهوله الارقام كتخلع كل نهار كنسمعوا ارتفاع في حوادث السير وللاسف كي قلتي كيمشيو ضحيه ناس اخرين كاين الناس اللي كيكون هو المعيل الوحيد ديال الاسره ديالو وسبب تهور ديال واحد كيخرج على اسره كامله فشنو رسالتك اليوم امينيكس وانت اللي عشتي هذا الحادث وحضرتي ليه وحسيتي ايضا بالم الفراق ديال العائلات ديال هذوك الناس وشفتي الالم وشفتي الجثث قدامك الاشلاء ديال هاد الشباب هادو للاسف هاد الكلمات شويه قاصحين ولكن خصنا نقولوا هذا الشيء شنو ممكن اليوم تقول للناس اللي كيشدوا الطريق انك تكون كتصور كليب وكتعيش واحد اللحظه يعني بعيده على هذا الشيء وتشوف الاشلاء ديال صحابك مضر خصني نسميها بحال هكا مع احترامي للاسر ديال الضحايا مع احترامي للمشاعر ديال المغاربه كلشي هادشي خصو يتقال بحال هكذا باش الناس يعرفوا الفضاعه ديال هادشي ملي كيطرى كيف كنأكد عليها لا الاسره ديال اللي ماتوا لا الاسره ديال داك اللي غيمشي للحبس بجوجهم معذبين دونك انا كنقول الدراري سوقوا بالعقاله الدراري والحياه راه ماشي رخيصه حتى لهاد الدرجه لا حياتكم ولا حياه وحدين اخرين باش تضيعوها بحال هكذا لا حول ولا قوة إلا بالله وصافي شكرا نترحموا على أرواح هاد الشبان هادو اللي دعنا فيهم ودعوا فيهم الأسر ديالهم وكنتمنى أن هاد المآسي ما تبقاش تكرر لأنه بلادنا الحمد لله كتنعم بالأمن والاستقرار كينقصنا فقط نحسنوا من السلوك ديالنا خصوصا في الطرقات سمعت أيضا بأنه كنتو في الاول ما بغينش تحطوا كاع الاغنيه وما بغينش تكملوا الخدمه ولكن تكلمتوا مع الاسر ديال الضحايا تواصل فريق العمل مع الاسر ديال الضحايا ويزو انسيستي لان هما بغاو الاعمال ديال ولادهم ما تمشيش هكا وصافي ولادهم كانوا فرحانين هما كيديروا ديك الحاجه الا شي واحد كيقول لك لا الموسيقى شي حاجه انت ما شفتيش هذوك الناس كيفاش كانوا فرحانين بولادهم وهما غاديين يدير واحد العمل ولا دوك الاولاد كيفاش كانوا فرحانين وهما مشاركين في ديك العمل انت ما كنتيش معانا دونك واحد يقول كلمه زوينه وكيف قلت لك رشيد يعني حنا ولاد الناس ماشي حنا ماشي زعما غنخرجوا شي حاجه بلا ما نتشاوروا مع شي واحد وتسنينا 40 يوم حتى دازت 40 ديال الدراري عاد حطينا الكليب
وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. كان يقدر كيف وقعت الامينوكس كانت تقدر توقع الفنان اخر وتقدر توقع الانسان ولا هذه. نعم. مي مادام وقعت الامينوكس وبيغ وفي كازا وكليب والناس كاملين شافوه والناس كاملين يسمعوا به، فنتمنى تكون عبره. والاغنيه كتكلم على واحد الولد، واحد الشاب اللي كيحاول يخدم ويتقاتل، ويمكن حتى هو المثال ديال هذوك الشباب. سبحان الله. الكلمات كتغني على شاب تيتقاتل باغي يصوفي العائله ديالو، باغي يعاون، باغي يخدم، باغي يتقاتل. وفعلا هذا الشيء اللي كاين، هاد الشباب كانوا باغيين يعاونوا عائلتهم، ولكن في لحظه كل شيء مشى. غادي اليوم نسمعوا هاد الاغنيه بصوتك مع الجمهور بلاتو رشيد شو، تصفيقات على امينوكس. امينوكس، الان وصلنا للفقره ديال الضيف مفاجاه، وغادي نخليك اليوم تكتشف انت والناس اللي كيشوفونا الضيف اللي كاين اليوم مور هذيك النافذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ديجا هذه مرا كلشي لاباس؟ الحمد لله. انت لاباس؟ الحمد لله. انت فنانه؟ لا لا. ممثله؟ لا. منين جيتي؟ من دارنا. لا زعما اين مدينة؟ المغرب كله مدينة. هذا بول المغرب كله صعيب. المغرب كله من الوسط الفني؟ لا عائلة؟ لا قريبة. يعني من العائلة؟ قريب تقريبا. واش العائلة ولا ماشي العائلة؟ تقريبا. لا واش العائلة ولا ماشي العائلة؟ نعم أم لا؟ من العائلة. اش قلت من العائلة؟ جدتي؟ لا. نسيبتي؟ لا. لا حول ولا قوة الا بالله. خرجي نشوفك وصافي. صافي عييتي. تخرج؟ تبغي نحلو ما عرفتيش. نحلو لا فينيتر. يلا. هذه الام ديالك لالا سميره. لالا سميره تصفيقات حاره عليها. لالا سميرة مرحبا بك. بارك الله فيك، نورتينا في هذه الحلقة. الله يكبر بك. وشوف دابا هو عيا ما يسول، عيا ما يقلب، قال لك جداتي نسيبتي، واش تحتي لي على البال تقول؟ ماما ما عندهاش هذا الصوت. لأن الصوت كان مغير. الصوت كيفاش بدل لك الصوت؟ ما عارف. الفريق التقني كيبدل لها الصوت ديالها. مرحبا بك لالا سميرة. ربي يخليك. الله يكبر. بصراحة جا معك ذاك الصوت أمام. ربي يخليك. كي جاتك المفاجاه اولا خصك تعاود لينا بعدا هذا الاحساس ديالك اليوم انت كتشوف الام ديالك حاضره معنا. ما فهمت والو. يعني وحاولنا بزز نقنعوها باش تحضر معنا. هذا اجمل احساس واجمل مفاجاه هذه في حياتي من نهار بديت بهذه الموسيقى. هذا هو الربح. طول عمرك. بارك الله فيك.
لاله سميرة، انا اليوم نبغيك تكلمي لينا شويه على امين. ما نقولش لك امينوكس، انت وقيله ما تتعجبكش امينوكس. لا امين ياك. امين عمرك غلطتي وقلتي لي امينوكس في الدار؟ مره قليل، ماشي هذاك. امين انا بغيت تكلمي لي اليوم على امين. من الطفوله ديالو كيفاش كان وكيفاش كتشوفيه الان؟ يعني هذه المرحله هذه كامله بغيتك تلخصيها لي، تقول لي كيفاش كان في الطفوله ديالو بعيدا عن الفن. ما شفتيهاش دابا، حنا لقيناكم في البلاطو. شحال د الوقت ما تلاقيتوش بصراحه؟ شهر، شحال شي شهر ونص تقريبا. شهر ونص داير فالطه هذا امين كثر. لا نسكيلو مع الحكم العمل ديالو. الحكم العمل والالتزامات. الله يعاونو الله يكمل عليه بخير. امين. الا قلت لك انت شنو هو الاغنيه المفضله ديالو عندك؟ وصتني يما. قول لي ثلاثه الحوايج كتوصيك عليهم يماك. شنو كتوصيني؟ اولا على الصلاه، كتقول لي ما تفوتش الصلاه. لا الحمد لله عمرو فات الصلاه ديالو ابدا. ثاني حاجه كل الفجر كلشي الصلاه ديالو. كتوصيني على صحتي، تهلا فيها صحيح. كتوصيني على راسها، تقول لي تهلا فراسو. برافو عليك. وصتني ما غادي نسمعها اليوم بصوت امينوك. شكرا امينوك. بارك الله عليك. تبارك الله عليك. واش لا وصايا وصاتك؟ الحمد لله. الوصايا ديال الوالدين مهمين ضروري. كيدير بهم احسن الاغاني ديال الناس. واش كندير بالنصائح؟ دائما كيدير بالنصائح. مرضي يعني. الا مثلا بغى يمشي يخدم شي بلاصه ولا يمشي شي بلاصه وقلتي ليه لا ما يمشيش؟ لا تنوفق له انا الحمد لله مرضي. غادي نسول الام ديالك على شي اسئله عندها علاقه بك. اوكي لاله سميرة، امينوكس عصبي؟ ماشي بزاف. لا ظريف انفعالي. انفعالي دغيا، ولكن دغيا تيرجع. اوكي في البلاصه كيرجع. امينوكس حنين بزاف. راسو قصح؟ لا بالعكس ظريف حنين. حاجته ما ديالوش؟ لا حيد من راسه ويعطي للاخر، خا هو يبقى المهم هذاك يشوف الاخر فرحان. عزيز عليه يكون مع الناس ولا عزيز عليه الوحدانيه؟ لا عزيز اجتماعي طبعا، ولكن ماشي مع اللي بغى له قلبه. ماشي بزاف. كيستاشر مع الام ديالو اكثر ولا الاب ديالو اكثر؟ في الحقيقه سولو جاوب معايا. معاك انت اكثر. كنت خاف من بابا. لا ماشي. لا ولا بغى يطلب شي حاجه من الوالد فاش كان صغير معنا. كيجي عندك انت الاولى ياك؟ كيدفع الطلب عندك؟ عندي عادي يدوز بالبا. كاين تبا عزيز علي حنين غير قريب بزاف. امينوكس كتوم ولا كيعاود اسرار ديالو؟ شويه الحاجه اللي زوينه كيعاودها لي، والحاجه اللي كيعرفها غد تقصحني ولا تضرني وسيرتو انا كتخصو. ما كنعرفوا ان الام دائما قلبها حنين على على ولدها. كتبقى هذه العلاقه ديال الام مع ولدها والاب ايضا حتى كيكبروا حتى كيديروا الاولاد، ودائما كيبقاو الوالدين كيسولوا فيهم وكيخافوا عليهم. مر من ظروف صعيبه والاكيد انك كنتي في جنبه وتكلم عليها قبل. الحمد لله. نهضر على الفتره ديال المرض ديالو. كان مرض ديال السل. وكان تكلم عليه هنا في البرنامج ومر من فتره صعيبه. كيفاش عشتي معاه انت كأم هذيك الفتره هذيك؟ وطبعا بحال اي ام ضروري تقصحت في الاول بحالي بحالو، ولكن الحمد لله تشافى اللهم لك الحمد. شنو ممكن تقول لامينوكس اليوم الام ديالك قدام المغاربه كاملين اللي كيشوفونا؟ هذه فرصه اليوم باش تعبر لها بقلب مفتوح قدام الناس كاملين. يمكن الا قلتي للام ديالك كنبغيك
تقدر تكون قلتي لها بينك وبينها ولا عبرتي بطريقه اخرى؟ حيت كاين اللي ما تيقولش الام ديالو كان بغيك هكا ديريكت، ولكن كاين بزاف ديال الطرق باش كيعبر بها. كيقولها لك، كيقولها لي دائما قريب لي بزاف، كنبغيك ماما والله يخليه لك. انا نسول امينيكس، احترمني الحمد لله. امينيكس شنو تقول للام ديالك؟ بغيت نقول للوالده شكرا اللي صبرتي، وشكرا اللي ضحيتي، وشكرا اللي شكرا اللي كبرتي الرجال، و اللي تقتي بداكشي اللي كندير، وشكرا انك كنتي اكثر وحده في هذا العالم كتخاف عليا. كنقول لك باللي انتي يا حياتي، واللي درتو درتو كامل عليك. واخا نعطي عمري ما يكفيش داكشي اللي وقفتي معنا، لا انا لا خوتي. الله يجازيك بخير علينا، الله سبحانه وتعالى يجعل لك قصر في الجنه ان شاء الله. الله يطول لك العمر ديالك، تتكبر حفايدك. امين يا ربي امين. الله يخليك لنا، والله يخليك بركه فوق راسنا ان شاء الله. امين. الله يطول عمرك والله يرضى عليك، الله يخليك ديما، الله يرضى عليك والله يطول عمرك، الله يحقق لك كل ما تمنيتي يا ربي. واحسن حاجه هما هاد الدعوات ديال الوالدين. الحمد لله، الله يرضى عليه، الله يكمل عليه بالخير. الحمد لله، تستاهل الحمد لله. ما قلتيش ليا امينيكس شنو هي الشهيوه اللي كتحماق عليها كديرها الوالده ديالك؟ احسن حاجه كديرها بلاتي 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 احسن حاجه غادي تجاوبوا عليها بدقه واحده باش نعرف واش ثلاثه واش بجوج متفقين. واحد جوج ثلاثه. دجاج بالحامض والسيار وفريت الزيتون. فريت الزيتون دجاج تغميره. والله العظيم تغميره والعراضه. والله احسن يديروا هذه الاكله في المغرب. مرحبا بيا الجمهور الزوين، ومرحبا بسي رشيد. شحال من دجاجه دابا ديريها للجمهور؟ اللي بغيتو. شحال دابا التقييم دابا تقريبا؟ شحال تقريبا الجمهور شحال يقدم من الدجاجه؟ ياك كنت بغيتي ديري تريتور 100 دجاجه يمكن لك اكثر. شتي اش دارت لكم؟ 100 دجاجه. جوج دجاجات لكل مواطن. تبارك الله عليك. اذا الوالده كدير الشهيوات تبارك الله، والمغربيات تبارك الله دائما كيديروا الشهيوات باختلاف اشكالها وانواعها. شفتوا الوالده الطبخ المغربي، الطبخ المغربي الدجاج البلدي، الدجاج هذا بسطيله، كتوكا بسطيله، فهمتي؟ داكشي داكشي ديال اللي كتشمو من راس الدرب، فهمت؟ فاش كتغيب شويه كتوحش هاد واخا حنا كنبقاو بيتزا 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 باش نديرو الروضه شويه. عندي ملي كيكون ماشي عندي ضروري كنوجد له الشهيوات اللي بغا. هو اش نقول لك؟ لاله شكرا لك بعدا. الله يخليك، الله يكبر بك اللي حضرتي معنا في هاد الحلقه هذه وقبلتي الدعوه ديالنا، واليوم فتحتي لنا قلبك وتعرف عليك الجمهور، لان ماشي سهل باش تجي عندنا. شكرا لك مره اخرى. انا كنشكرك، كنشكر هذا الجمهور الزوين والاستضافه ديالك، المزيد من التفوق ان شاء الله، الله يكمل عليك بالخير. لاله سميره، ولكن قبل ما تمشي عندنا شي جيران بغاو يهضروا معك. مرحبا. ماشي مشكل؟ لا. السلام عليكم. ماشي بحالهم. ها الراي ماشي فحالهم في الكسكسو، ماشي فحالهم في البريوات، ماشي فحالهم في التكتوكه، ماشي فحالهم الحمد لله والله ما تلقى فحالي شي انا، اي والله ما تلقى فحالي كندير البريوات بلا شعريه وحق الله. السفنج كنقليه في الماء، الناس اللي يقراو في الزيت انا كنقليه في الماء وحق الله. شوف اخاتي واخا بالك دير هادشي فهمتي، والله ما تلقاي في حالي. قبيله طلعت عليكم واحد جارتنا هذيك شريمي اللي زعما شي رمله، هذيك راه خطي بيطي هنايا، هذاك الشيء اللي حاضيه هنا. لا انا تباتو كالحشمه. كتبداوها بالحشمه وتساليوها في المحاكم. مرحبا بوليدي امين. مرحبا بزيد ديال طنجه. خايتي سميره كي دايره؟ الله يطول لي عمرك. بارك الله فيك، ربي يخليك. نتسناك. الله يطول لي عمرك. صبروا نصرفوا لجارتي وانا معك. ما حشمتيش فايطنا؟ ها عندك راجل فيه جوج متر وطول وباغا تاخذي وليدي امين. انت هذاك ما بقاش راجلي، هذاك سميتها ليكس. واش ما كتفهميش؟ هذاك ليكس ديالي. ثالث حاجه راجلي ما كانش داير لي باك بحال امينوكس. انت ما تعرفيش هادشي ديال لي باك. فاش ما نعرفش هو الكرياج
ولا على الكرياش مال هذا كندير لي باك وقيت سيناتو والضحيكه ما تبقاش في عسلنا راه صيفطتو ديما هولتي وباغا تبعي لي امين وقف عار الله واش فراسك الدري راه مزوج لا اي الدري مزوج ويلي على مزوج بصح حق مولاه ايوا صافي نعطيت الكلمه قدام الملاء وباك يتفرج وبا صعيب والله دير المره الثانيه ويلي عطات الكلمه دي واش شتيت صاحبك بوقعه في سميتو سمع على الشيطان وبنيتي سمير تيشوف هاد العيالات ولاو يبغيو علم زوجي المطلقين يدوش ليك ياك ملي كان سيلي باطير كاع ما بان ليهم ولاو يطالعوا عليك يقريقر من الشرجم ويلي 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 حشمك انا راه بان ليا ملي كان سيلي باطير راه انا عزيز ندير بحال الافلام دابا انا خليته تكون راسو ولقى بنت الناس وانا نوقف لهم هوك ويديني انا زعما في الاخر دخلت عليك بالله سميره صحيبتي انت غتفهمي عليا مرحبا كتمشي عند العطار عاد العطار كتقداي كتعرفي ديك الفلفله مزاود ها الشجره منين جايه هادي راه مطلقه نصف الدرب اش الحاجه والله ما بقات جوره معاك انا غنعطيكم في اتساع من ناقص كاع ويلي عاد تابعه تبعتوني بغينا امين وقت ما خلاوش لينا علم زاليت لي سولوا على التابعه وليدي امين الناس اللي لاباس عليهم كاع ما يقلبوا على التابعه غير دابا هادي فين غتبع اي حازمه راسك الروز ما دخلت عليك بالله رادار هادي ديال رادار شتي رادار سميره بنيتي اللي كانوا دايرين في الشوارع هما جابوه ولا جاري بنيتي سميره بغيت نهضر معاك دخلت صح مرحبا حيشك بنيتي شوفي خلي لك النمره تاع مول الكوافور باغا نمشي نحيد عمو سطاجي شوفي ولا كبر من ستاتك واخا سناك برا عتلي دري بغيت نستر نعتك اسمعتك جيب لي ثاني النمير انا مزاوكه واخا الرادار واخا جيب لكم جوج ايوا اسمحي لينا وصافي هذو شويه الجيران عندنا مساكن لا لا مزيانين تبارك الله عليك الله يبارك فيك لالا سميره شكرا وشكرا لك تحملتي عناء السفر وجيتي عندنا من طنجة حتى لدار شرف لي كبير اني نحضر في بلاطو ديال رشيد جو وانا من المعجبين بالاعمال ديالك ونزيد من التفوق ان شاء الله والنجاح وكنشكر هذا الجمهور الزوين من طنجة حتى للقويره شكرا تصفيقات على لالا سميره شكرا مزيان الحمد لله كلشي بخير الحمد لله عندك واحد لوتيك عارف ولا ما عرفوش واحد لوتيك تقولو بزاف واحد الكلمه كتعاودها بزاف فهمتي شنو هي فهمتي زيد صافي صافي غير فهمتي اوكي شنو كنقول والله ما شفتيني مني فهمتي فهمتي نشوفها يلا نشوف هاد لوتيك قاتلت فهمتي دونك كنعرف ماتشات فهمتي دونك خرج اليوم هذا كيحلم شويه دونك كتشوف الحمد لله انا دازت بسلام فهمتي دونك ديغنييرمون اللي كاينه ما كاين احسن دونك دابا جات الفرصه فهمتي حتى فاجاهم دونك عاودنا تقريبا النهار ديال التورناج وعلى داك الشيء اختاريتها هي دونك ما كنتش عارف شنو كدير فهمتي دابا ملي كيكون واحد دونك صافي داز بيناتنا الكورون كتقول فهمتي الناس راه دونك ما غاديش تقدر توقفني فهمتي ديما كنبغي ناخذ ديك التحدي دونك كتبقى مساله فنيه كيبقى قرار راسو فهمتي زين مالك فهمتي دونك نتمنى ان شاء الله ان دونك دابا بحال بدايه جديده عند البوبليك نجي كرش كاع نتلاح يقدم دونك راك عارف حق عرفتها قلت لك فهمتي فهمتي حيت عاد فهمتي لصقت فيا ملي كنت كنكونوا في طنجه مع الطواكسيه ودونك منين جات تحيه للسائقين الطاكسي في طنجه كتكون راكب حداه كيكون كيشرح لك شي موضوع كيهضر لك على شي موضوع عرفتي تبارك الله شي في الطاكسي في المغرب كيهضر في السياسه في الكره في كل شيء كتكون جالس حداه كيبدا يهضر معاك كيقول لك دائما فهمتي ومني مشى ميسي باعون برشلونه كدا فهمتي حتى كتقول له فهمتك يقول لك لا ما فهمتيش بلاتي وكيبدا معاك في جديد امينوكس ومن بين المشاريع اللي سمعت انك كتشتغل عليها ولا اشتغلتي عليها ما عرفتش واش بديتي الخدمه ولا مازال هو ديو مع ميترو جيمس بالفعل سجلنا انا وجيمس الاغنيه
يعني هذه واحد سنه بس سجلناها غير مع كورونا ما كناش لقينا الفرصه فين فاش فوقاش نصوروها. واغنيه هي واجده، الماسترينغ ديالها دار، كل شيء واجد، بقى لنا غير تصوير الكليب. قريب يخرج الكليب. انا اللي كان واعد الجمهور وما يشوفوا جيمز ان شاء الله كيغني بالعربيه المغربيه. يا سلام هضرتي بالمغربيه. ما عندي ما يتسال. علاش كتهضر الاغنيه؟ شنو الموضوع ديالها؟ الاغنيه كتحكي القصه ديال واحد المراه اللي تتبدل بحال كاميليون، اللي كتبدل من بلاصه لبلاصه وتتبدل الشخصيه من شخصيه وتتمثل هذيك المراه اللي كتكون عندها بزاف ديال الشخصيات اللي كتلبسهم، وكيكون موراها واحد اللي تيبغيها وشاك فوا خصو يقلب عليها في بلاصه. دونك هذه الفكره الاغنيه. اغنيه ايقاع مغربي وتوزيع مغربي ان شاء الله تعجب الجمهور. امينوكس بصراحه ديالك اللي عهدناك عليها غادي نعطيك جمل وتحاول تكملهم. اوكي ما عمرني ننسى نهار اللي ثلاثه نقاط. ما عمري ما ننسى النهار اللي خديت فيه الوسام من صاحب الجلاله سيدنا الله ينصره عطونا خمره. بالنسبة لي كان يوم تاريخي ومنعطف كبير في حياتي. الله يخلينا الله يطول النعم. كل شيء نقبل به إلا كل شيء نقبل به إلا قلة النية. الحاجة الوحيدة اللي كطعني هي شي واحد تكون ماشي معاه بالنيه وناوي له الخير في القدام وكينوي فيك خايب ومن بعد كيخسر كل شيء. اكبر صدمه عشت في حياتي هي اكبر صدمه في حياتي عشتها كانت هي الحادثه اللي وقعت لنا في الفيديو كليب اللي صورنا في الدار البيضاء. فبالنسبه لي كانت شي حاجه اللي عمري ما عشتها قبل. الحياه ما كتسوى والو بلا الحياه ما كتسوى والو بلا عائله بلا والدين. نعطي دمي في سبيل الوطن ديالي مغرب في الدم. أمينوكس غادي نطلعوا شويه النيفو. اوكي وغادي نمشيو معاك دابا لفقره الجوكر ونتمنى انك تكون مستعد للاسئله ديالنا. كاين باتمان جوكر يعني جوكر هاي الجوكر. اوكي عندك خمسه الاسئله وعندك جوكر واحد اللي ممكن تستعمل باش ترفض سؤال واحد. اوكي 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 نشوفوا الجوكر من بعد هاد السكيتش ونتلاقاو. سيدي اشنو هي اكبر تقوليبات قلبتي في حياتك؟ دابا انا عزيزي عليا فراخ واحد النهار داني باك عليا نديك تشوف فراخ وانا لقيت واحد الراجل لابس جلابه بيضاء وضربه شعبر قال لي شوف فريخ هزيت عيني وانا سمعت طق من تما طلع لي الفريخ. وفين هي التقوليبه؟ ولا ما كاينش فريخ وانا راه ما كنحملش يقول لي شوف فريخ وما لقاش فريخ. سيدي اشنا هي اكبر تقوليبه تقولبتي في حياتك؟ خويا اكبر تقوليبه تقولب في حياتي جاوا عندنا الضياف في العيد وما يمدوا لي 200 درهم قلت لي الواد راه نخبي لك تتكبر. وريني فين هي التقوليبه هنا؟ وحنا درنا 30 عام باقا مخبيها الواد الواليده فين؟ هانيا نش. سيدي اشنا هي اكبر تقوليبه تقولبتي في حياتك؟ اكبر تقوليبه تقولبت في حياتي انا فاش كنت صغير ونعزيز عليا خالتي. واحد النهار كانوا غاديين عند خالتي وانا تبعتهم باش نمشي معاهم هما يقولوا لي لا قلت لهم والله تمشي معاكم قالوا لي وصافي طلع لبس صندالتك ويلا تبعنا. طلعت لبس الصنداله جيت لقيت على الكودرون وبا العربي. شكون هو با العربي؟ مول الديطاي اللي تما كاين راه بسباب وما انا مبلي دابا الان. امينوكس مرحبا بك في فقره الجوكر. بارك الله فيك رشيد. انا كنعرفك صريح واليوم الاجوبه ديالك غادي يسمعوها المغاربه كاملين داكشي علاش كنتمنى انك ما تكذبش عليا في الاجوبه. ان شاء الله كعرفني ما عنديش ما نكذب. يلا نبداو السؤال الاول. جاوب ما كاينش. جاوب ولا ما تجاوبش؟ ما نجاوبش
جوكر. نشوفوا السؤال من بعد. ما كيناش هاد القضية. نشوف. نقراو السؤال. نقراو السؤال. وصحيح أن فنان معروف كان كيهربك في البداية ديالك وفايت هذه القضية، قالوا بأنك خبرتي بها شي واحد من المقربين لك، واش عندك اليوم جرأة تذكر الاسم ديالو؟ الصراحة هذه القضية ما كايناش، أنا عمري ما حسيت بشي فنان كيحاربني ولا شي حاجة، ديما كنت مزيان مع الفنانة، وكنظن أن احنا في المغرب مازال ما وصلناش لهذا الشيء ديال فنان كيحارب فنان. داكشي كاين غير توباك بيجي، داكشي ما كاينش في المغرب. ما كاينش. كاينش. واخا نشوفوا السؤال اللي بعد. امينوكس، بصراحة في الفترة ديال المرض ديالك بدا السل، واش كانوا أصدقاء ولا مقربين اللي تخلاو عليك في هذيك الفترة هذيك؟ باش نقول بأنهم تخلاو عليا، اليوم أنا جالس قدامك وكنشوف راسي أنا أمينوكس، كنقول بأنهم تخلاو على راسهم، حيت ضيعوا بزاف الفرص معايا وضيعوا بزاف الحوايج اللي كانوا يقدروا يعيشوها وما عاشوهاش. مجرد أنهم ملي أمينوكس مرض قالوا أمينوكس تسالى، ناس مشاو مشاو هكذا وصافي، ضيعوا الصداقة اللي بيناتنا، ضيعوا العمل، ضيعوا شحال من حاجة كانت جمعنا، كانت زوينة بزاف وكان يمكن لها ترجع دابا، ولكن أنا ما أخي خاطري ما ارتبش من جيت. أمينيكس، اشتغلتي مع بلال أفريكانو وحققت نجاحات مع بعضكم في أعمال، ولكن سمعنا بأنه كاينه قطيعة بيناتكم، واش عندك اليوم الجرأة تكشف على سبب الخلاف؟ فما يمكنليش ننكر بأنه أنا وبلال أفريكانو يعني كنا ديو، ما غاديش نسمي راسي بوحدي ولا هو بوحدو، ولكن كنا ديو مع بعضياتنا، درنا بزاف النجاحات مع بعضياتنا، هي ماشي بحالهم، ما كاين ما حسن وإما أنا حسيت بأنه غلط في حقي في شي حوايج، وأنا مسامحو عليهم بحال اللي مسامح بزاف الناس اللي غلطوا في حقي، ويمكن هو ما فهمنيش مزيان، أولا يمكن أنا ما فهمتو شي، كنتمنى أن حتى واحد ما يكون هاز في قلبه من الجهة ديالي، حيت أنا ما هاز من الجهة، هاز من قلبي من جهة حتى شي واحد. شكرا. شكرا. أمينوكس، باقي عندنا آخر فقرة هي التحدي، واش مستعد دير التحدي ولا نمشيو بحالنا؟ ليتس جو. يلا. أمينوكس، فقرة ديال الميكسر، كتفضل عصير بالليمون ولا بالليمون؟ برتقال. بالحليب، نديرو بالحليب؟ لا برتقال. هاد الحليب بالبصلة عاوتاني ما نعاودش. الله. أمينوكس، فن البوب في المغرب، شكون هو الفنان اللي تقدر تقول عليه رقم واحد؟ مشكلة هذه، يعني إلا قلتي شي سمية صحابك الآخرين غادي يتقلقوا. عالصراخ بصلة. بصلة حصلها. اخترتي هذاك اللي كبير، اخترت صغير. أمينوكس، ما بين هاد جوج الأسماء اللي غنعطيك، هما شباب اللي كيشتغلوا في موسيقى، موزعين، إلا قلت لك شكون في هاد جوج الأفضل على المستوى الموسيقي والفني، واش سفيان أزيد ولا موبيسي؟ زرسيني طالق عيني على المقادير، كنضرب الحساب. كورنيشو مزيان.
ضخم كورنيش. يا ربي السلام يا ربي. هذا عصير بوكادي واخاوة. أمينيكس دابا هنا عندك الحار وهنا عندك الكيوي، انت شنو كتفضل؟ كيوي اخ. الكيوي حيت انا ضربت الحساب، قلت فهمتي كورنيش يقدر يجي مع الكيوي جوجهم خضر. هاكاك مزيان. وانت من تجاوبني على هذا السؤال؟ يا ربي ما بين هاد جوج الاسماء اللي غنعطيك شكون اللي كيعجبك صوتها اكثر؟ سلمى رشيد، جميلة بداوي. سلمى رشيد. زيد 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 زيد. وصلت للكيوي وعملت شتيتو زعما وبيطات. واعر ياك. ملي بديتي المسيرة الفنية ديالك اليومين هذا، شنو هو لو بلو غون كاشي اللي خديتي؟ شنو هو اعلى اجر تقاضيتيه؟ حفل، اشهار، سهره، اي حاجه؟ بيطه توالي اخي امينيكس. غير شو بيطه؟ شو نقول لك الحاجه؟ انا مزيانه بروتين صاحبي كنتريني. انا بيني وبينك نفضل تجاوبني. لا انا كنتريني. من شوفوا كان زعما نجاوبك باش زعما نطلع كاشي. هرس بيطه اخي. حق هذا واعر. هذا من تشرب دوز به. شوف الله يرحمك. شوف دابا نظن كل شيء عندك. ما هي الا الثومه. فوائد الثوم. ما هو ما هي فوائد الثوم؟ ما هي فوائد الثوم؟ أمينيكس. لا ضروري نوزنوا بالبنان. واخا أمينيكس. وي. إلا جاك ضيوف في نفس الوقت مع جوج ديال الفنانين وقال لك ضروري خصك تختار هذا ولا هذا، زهير بهاوي، نعمان بلعياشي، اشكون اللي تختار؟ فوائد الثوم. دابا قالوا لك شوف عندك ديو بغيناك ديرو مع واحد فيهم، ولكن هما شوك في نفس الوقت ضروري خصك تختار واحد. نعمان. نعمان. بنان. زيان. زيد. زيد زيد زيد. تيغش هذا. هذا هو شي واحد عملان. صافي انت اللي صوبتي العصير ديالك. واش عرفتي شنو كاين لداخل؟ واش عرفتوا مشاهدينا شنو كاين داخل؟ فوائد الثوم. البصل. كاين البصله، كاين البيض، كاين الحار. لا الحار ما خديتيش. كاين عطار. والبصل. البصله عاطي يا اخي. يلا. برافو. تصفيقات على أمينيكس. هاي مين أمينيكس؟ تبارك الله عليك، دوز معك حلقة زوينة بزاف. ميرسي رشيد موسي والله. شكرا على الروح الطيبة ديالك. بارك الله فيك. وأنك يعني جيتي عندنا في الكازا باش تصور معنا هذه الحلقة هذه. واجب. وكنتمنى كل التوفيق إن شاء الله. وكنقول للجمهور تسناوا الأغنية الجديدة ديال أمينيكس مع ميترو جيمز قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. تبارك الله عليك. ميرسي رشيد. في الاخر غادي نخلي الكلمه لك للجمهور اللي كيتابعنا والجمهور ديالك ولي فان، غتهضر معاهم
وغتختم لينا بأغنية من اختيارك. كلمة لك. كنشكر الجمهور اللي حضر معنا هنايا فلاتو. كنشكر الدراري باند واعرين تبارك الله عليكم. وكنشكرك انت رشيد، وكنتمنى نكون ضيف خفيف على المغاربه بحال ديما كنت ضيف خفيف عليكم في شاشه التلفاز، وكنتمنى انني ما نكونش تقلق مني شي فنان ولا شي حاجه، راه غير باش نضحكوا باش نقادوا هذا العصر هذا شويه. وكنتمنى ان شاء الله نشوفكم في فرص قريبه ويكون الغوتور معكم في ليسي ان شاء الله. ان شاء الله نبقاو مع امينيكس باكلاري world of